أعتقد بأن الجامعة لديها مؤهلات يعني ذاتية خاصة في مجال البحث، على اعتبار أن أغلب مشاريع البحث، أقول أغلب مشاريع البحث، هي مرتبطة ببرامج دولية، وبحكم أن هذه العلاقة موجودة إما في إطار اتفاقيات، إما في إطار دعوات مشاريع دي زابيل أبخوجي، عدد من الملتقيات العلميه اللي كونغري اللي تنظموا في المغرب وخارج المغرب وتشاركوا فيه يعني باحثين وخاصه اساتذه باحثين مغاربه، وبالتالي يعني في هذا المجال هذا، ولعل يعني ربما المرحله ديال كوفيد كانت عرفت واحد نوع من التقلص ديال هذه اللقاءات المباشره، ولكن عادت يعني هذا النشاط الى سابق عهده. انا اعتقد بان كاين هناك بوتونسيال كي تنقولوا، يعني كاين بالقوه هذا الامر، ولكن من اجل باش تقوم الجامعه انها تصطف مع يعني مع التحديات والحاجيات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لبلادنا، لابد من اعتماد استراتيجيه وطنيه في مجال الذكاء الاصطناعي. وكيف يمكن أن تستفيد الجامعة؟ كاين هناك يعني نقدر نقول بأن كاين هناك جواب عام، لأنه أحد تأثيرات الذكاء الاصطناعي على يعني نقدر نقول المقاربة، خاصة في مجال ديال المقاربة يعني التجريبية، يعني أو لي زابروش اكسبيريمونتال، يعني خاصة بالنسبة للعلوم، يعني فقد غيرت يعني او احدثت يعني الثوره، يعني احدثت الذكاء الصناعي ثوره يعني جذريه فيما اصبح يصطلح عليه بالاي ساينس، يعني حتى نقولوا العلوم الالكترونيه، هي في الحقيقه ماشي الكترونيه بالمفهوم ديال الرقمنه، ولكن مفهوم اخر، لانه الان بدل ما بقات ديك المقاربه التقليديه انه يتم بالورقه نموذج وتتم يعني يتم القيام بواحد مجموعه من التجارب على ذاك النموذج من اجل تطويره او يعني نقدر نقولوا فيريفي، يعني من اجل تدقيق يعني هذا يعني صلاحيه هذا النماذج. الان اصبح يعني من خلال البرمجه والابرونتيساج هذا، اعتمادا على يعني معطيات او ما يسمى بالبيج داتا، اللي هي نفسها هذيك المعطيات يعني يتم يعني اخذها من خلال ديكابتور، يعني اجهزه اللي هي التقاط يعني هذه المعلومات، يتم تطوير يعني هذه النماذج، وبالتالي الانتيليجنس ارتيفيسيال ماشي فقط هي غادي تساعد يعني في تطوير يعني المنهج العلمي، ولكن ايضا في مساعده الجامعه والانسانيه بشكل عام، يعني في يعني في عده مجالات من كثوره علميه في هذه المجالات. ولعل ربما قد سمعتم سابقا بانه كان هناك احد يعني التجارب اللي استطعت بانها من خلال تطبيق معين انها تفرز مجموعه ديال نقدر نقولوا دي اكواسيون، يعني في يعني معادلات في الفيزياء وفي مجالات اخرى يعني غير معروفه الى الان يعني في يعني علميا. اما الشق بطبيعه الحال الخاص، فهو بطبيعه الحال مرتبط بمساله ايضا ديال المعالجه ديال المعطيات، يعني في يعني سواء في تطوير يعني تطبيقات او في معالجه يعني بعض القضايا اللي كانت في الحقيقه استعمال خاصه المعلومات يعني يتطلب يعني مهارات معينه، ولكن مع الذكاء الاصطناعي يعني يمكن نقولوا بان كاين هناك قفزه في المجال ديال البرمجه، في المجال ديال الرقمنه الى اخره.
وفي الحقيقة أهم أو أبرز يعني التحديات بطبيعة الحال هي مسألة التكوين، والتكوين المستمر على كل حال، خاصة من جهة الأساتذة والأساتذة الباحثين، ولكن من جهة ديال الطلبة لا شك بأن التكوين يعني غادي يكون أحد يعني التحديات، وبالتالي لا بد من ملائمة البرامج يعني التعليم العالي وبرامج البحث لهذه التحديات التكنولوجية، على اعتبار أن في أفق 2025 يمكن أن نقول بأنه التكنولوجيا الرقمية ستكتسح يعني المجال، وخاصة الشبكة العنكبوتية ومن ضمنها بطبيعة الحال الانتيليجنس ارتيفيسيال. ولذلك سنجد بأن مثلا من بين الفاعلين اليوم الذين يساهمون في تكوين مثلا العنصر البشري، سنجد يعني سكون ابل لي جيون دو ويب بحال امازون بحال جوجل والى اخره، اللي تيقدموا تكوينات يعني مجانيه للمهندسين والتقنيين في المجال ديال الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لان هذه الكفاءات وهذه المهارات هي اللي يمكن لها يعني تعتمد عليها هذه المؤسسات او هذه الشركات الكبرى من اجل مواكبه يعني التطور، ومن اجل المنافسه لغيرها من الشركات عبر العالم، لأن كاين هناك منافسة حادة خاصة بين الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع الأسف لا نجد لأنفسنا موقعا لحد الآن، ولا يمكن إلا من خلال العنصر البشري، من خلال التكوين، من خلال البحث والابتكار، لكي يكون لنا موطئ قدم يعني في العقود المقبلة إن شاء الله.